تعالوا بقى نشوف هنا، راحت جابت البطاطس سلقتها وبدأت تعملها بالطريقة دي، تفرمها. وطبعا أمي مقشرة، بصوا كمية بطاطس كتير، هي الأولاد بيحبوا البطاطس أهو. بصوا بقى، تعالوا كده شوفوا، نزلت طبعا والمطرة كانت بتمطر يا جماعة، رحت جايبة الطلبات دي من تحت كده من الشارع وانا طالعة، طبعا وانا طالعة شايلاهم تقال قوي. جبت هنا فلفل اللي هو الهريسة عشان هعمل هريسة، ودي الطماطم. الهريسة الكيلو يا جماعة بقى ب10 جنيه، اللي هو الشطة اللي احنا بنعملها بهريسة هبقى اعملها معاكم ان شاء الله. والطماطم ب3 جنيه ونص، والبتنجان جايبه بتنجان، وجايبه خيار اهو، جايبه موز، والدوت يوسف اللي هو اليوسف ب5 جنيه الكيلو، والموز ب10 جنيه، وجبت كمان شنطه عيش معايا. تعالوا بقى نشوف. بصوا بقى، احنا كده قطعنا الجزر بالشكل ده كده لقطعات صغيره عشان نحطها مع البسله، بس احنا حطينا البسله بقى لوحدها والجزر هنحطه لوحده. وجايبين كياس اهو، الكياس ديت عشان نعبي فيها بقى، بنعبيها بالشكل ده كده، بنحطها في الفريزر، بتطلعيها بقى مع كيس البسله بتطلع طازه وتبقى زي الفل. انا عامله كميات قليله عشان تطلع مع كيس البسله. هعمل بقى كل ده كده اعبيه، واهم حاجه بنطلع منه الهواء، يعني لما تحطيه في الكيس بطلع منه الهواء، اهم الحاجه الكيس يبقى متفرغ من الهواء خالص ونربطه. انتوا بتعملوا ايه؟ اهو شايفين بقى عملنا كمية قد ايه، بصوا ما شاء الله. طبعا الهوا كده مطلعين منه الهوا، وغير طبعا العيال واخدينه هم شوية عمالين يلعبوا بيهم، مالين حلة كبيرة اهي. وطبعا ده في شنطة تاني ان شاء الله هبقى اعملها هعملها برضو وافرزها. بصوا ما شاء الله طلعوا كام كيس اهو، بصوا ما شاء الله، وبيبقى زي ما هو. بصوا طبعا اهم حاجة طلعنا منه الهوا اهو. ايه وريني جبت كام يا رنا؟ طب يلا نحط اهو. بصوا يا جماعه ما شاء الله اهو بينفع، هاخدهم بقى واديهم على الفريزر، هشيلهم بقى في الفريزر اهو. بصوا ما شاء الله كميه كتيره قوي، الله اكبر. ده غير في كمان شنطه كبيره كبيره تاني ان شاء الله هنضفها واعملها. وكمان بصوا بقى فرزنا ده توم اهو، بصوا ما شاء الله. طبعا احنا مفرزين جراد الكبيره من دي، بصوا ما شاء الله. طبعا دلوقتي احنا هنقلب عليها ملح، بس انتوا طبعا هتقولوا هو ليه غامق كده، هو طبعا بقاله يعني من اول الموسم بتاعه، يعني بقاله كده، يعني احنا داخلين في موسم جديد، دي موسم التوم، يعني ده كده الموسم الجديد، والتوم اهو قاعد، يعتبر ده كده اللي هو تالت جردل، يعني بصوا ده تالت جردل، بس احنا طلعناه من الفريزر قلنا عشان نفكه هنحطه هنعبيه في كيس اهو. بصوا هو لونه غامق فاتح على فكره، بس الشويه الاولانيين كان لونهم كلهم، وطبعا على فكره بيوفر جامد، احسن ما نقعد نقشر ونعمل، بنطلعه على طول على الاكل على طول، ما بيبقاش في غلبه ولا اي حاجه، بيبقى جميل على فكره ونافعنا ما شاء الله عليه. وخلوا بالكم كنا نجيب ب200 كيلو اللي هو الثوم، ونحطه بقى نحطه في البلكونات هنا اهوت كده في المناور، نبص نلاقيه كله فاضي، نلاقيه فاضي بطريقه وحشه، انما لما بدانا نعمله بالطريقه ديت ونفصصه ونحطه بقى في الفريزر ونشيله بقى يطلع طازه وزي الفل. هو الجردل ده بس الوحيد اللي طلع لونه مغمق كده، بس لو انتوا حطيتوا له زيت وحطيتوا له الملح عمره ما هيدي اللون ده. ان شاء الله لما بريه شويه دلوقتي، وان شاء الله لما نجيبه برده الموسم الجديد ده اللي احنا داخلين فيه، خلاص هو على اخر الشهر ده التوم الجديد ده يطلع، نبقى نوريكم نفرزه، هنبقى نوريكم بنفرزه ازاي بطريقه سهله وبسيطه خالص. بنعمل ما شاء الله تبارك الله بنعمل كميات كبيره قوي. بصوا بقى عبيناهم في اكياس اهو بالشكل ده، بصوا هنحطهم بقى في الفريزر ونطلع بالكيس، نحطه في الثلاجه وقت ما نكون محتاجين منه، ونطلع بقى بالشويه. حطينا لهم الاكل اهو، طبعا ايه
طبعا يا جماعه هم بيبقوا مبسوطين باللمه، يعني لما يكونوا ملمومين مع بعض هي دي الفرحه بتاعتهم. انا والله انا بحب اللمه قوي، بحب لما ربنا ما يحرمكمش من بعض. واحمد يا رب.